السبت نص النهار، الوليد ريان الكبير نص النهار طلعت له السخانه، وصلناه للرجونس في المظله، اعطونا دقوا له زريقه واعطونا دواء روحنا به، على اساس تطيح السخانه. قالت الواحد توا اربع سويعات هكاك توا تطيح له السخانه، اعطيناه الدواء، الدواء ما قبلوش، بدا يرد فيه. رجعناه مع الستة بتاع العشية، أبوه كلمني أنا في الخدمة، كلمني قال لي إيجا راهو الوليد ما حبش تطيح له السخانة، رجعناه للسبيطار المظيل، راهي السخانة ما حبش تطيح له، راهو كذا. قعد الوليد باهت ما فاهم شيء، إنسان شفت تعيط له كذا ما يفهم حتى شيء، بكري هو كظل تهزه وتيعمل زريقة يبدأ يعيط وما يحبش. نهارتها مسلم طول، مسلم ديريكت مع فهمت عبارة إنسان من السبيطار، من فما في الأمبيلونس وصلناهم القفصة، في قفصة جو فما بحذيه قعدوا يخزرولو جبدولو تحاليل كذا، الوليد قاعد باهت الوين للصباح أو تيبات كذا، عملنا له سكانير وصلتها للمصحة في قفصة، قريتها قراها للطبيب غادي، قال لي الدماغ لاباس، جيست الوذاني عنده التهاب في الوذاني وفي الخشم هكا، على اساس هذاك بيتناه، قالوا خليه بيت الليله. الصباح كلمتنا امه باتت بحذاه، ما جت التسعة ونص كان ربي هز امانته، والدم يخرج خارج من خشمه ومن وذانيه ومن فمه، شنو اللي عنده ما فهمنا شيء. الوقت الوليد هذاك متوفي توفى ماشينا فاهمين حتى شيء. نص النهار روحنا لهنا، صباح وصلته للطبيب منعم قوادر. منعم قوادر مازلنا كي دخلنا شاف الوليد اجروا بيه تو تيهزوا للسبيطار يعدوا له الدواء في العرق. جبنا هولهم الوليد حطوه بدوا يخزروا له، الوليد فايق، السخانه تطلع وتهبط صحيح. دقوا له حطوه يجبدوا منه التحاليل كذا، عدوا له السيروم وخلوه بحذاهم. نستنوا لذن ربي، جت روحنا السبعة نتاع العشية، كلمتنا عمته باتت بحذاه، عمته أمه ما تقدرش، جات عمته كلمتنا مع حكاية السبعة ونص، اجروا الوليد روا الوليد ماشي راقد من اللي عدوا له السيروم، وهو راقد للي جيناه نحنا، للي وصلنا به للمصحة. الدكتورة القاورية ما نعرفش شو اسمها، أولغا، هي طبيبة، هي أنا في بالي طبيبة صغار، هي ظهرت مش طبيبة صغار، طبيبة طب عام، سبيطار قفصة ما فيش وطب صغار حاطينها هي ثم شادة الواحد. قالت تقول لي عندك 5 ملايين، عليش؟ قلت لي تعدي الكلينيك، ها بنتي عندي 20 نوصله حتى لفرنسا. فهمت الوليد سي عدوه للنعاش، للش اسمه غادي عندهم في الانعاش، ركبوا لي الماكينات وكذا ونخرجوها نوصلوها سيدي للصباح 3 متاع الصباح قدام الكلينيك. فالمصحة دخلناه كذا، الطبيب ملي شافه قال حالته خطيرة. اش عنده الدكتور؟ قالنا غدوة نعملوا لي رام ونقول لكم اش ثم، هم غدوة يعملوا لي رام، الدماغ متاعه حابس، انفلونزا، عنده الانفلونزا، ما نعرفش هي الهاش انا ولا شنية، ما نفهمش. فهمت لليوم الامس الوليد 3 و4 هز ربي امانته. نحنا توا كي ولوا زوز مش واحد، ولينا عديناه للتشريح، التشريح من اللي هزناه للتشريح، الطبيب دخلنا معاه هزينا الدوسي من المصحه حطيناه عند الدكتور قرا 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 قرا، حتى يعني هو الطبيب ظهر لي مش فاهم حتى شيء، حتى الدكتور علي الشادلي قال كان كل التحليله تطلع كان في 3 جمعات شهر. يعني شو نقول، ماذا بينا تنقص المده باسرع وقت على الذر الاخرى وعلى الوليدات الاخرى، ما نعرفوش، كان ظل حاجه خطيره، هاي تتهز الناس الكل في ظرف شهر، تزيد من هنا الغدوه بعد غدوه تزيد زوز وثلاثه اللي نكملوا الحومه هذه الكل تكمل، كان ما وصلتش القفصه وزادت. وماذا بيا من المسؤولين وزارة الصحة ومدير ووزير الصحة انه يسرع بالملف هذا متاع الوليدات الصغار هذوما زوز، ان التحاليل متاعهم اللي متاع النتائج التشريح
يسرعوا بها باسرع وقت، اسرع وقت. ونداء لوزير الصحه انه يتكفل بالموضوع هذا ويوصل التحليل هذا انه باش يطلع في اسرع وقت. ثلاثة جمعات رام ياسر، شهر راو ياسر. الدكتور بيدو قالنا راو فيروس، راو لحظة، راو لحظة ياكل الدماغ ياكلوا ماكلة.